السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني وأخواتي وأهلا ومرحبا بكم. تقبل الله طاعتكم لمن صلى الفجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق من لم يصلي الفجر لذة صلاة الفجر، اللهم آمين. سامحوني أنه هذا البث رح يكون الشاشة شبه معتمة، أعتذر على هذا، لكن ما في أمامي غير هذه الطريقة لاستغلال الوقت. أنا متحرك بالسيارة، بالمناسبة أنا موجود في شرق كندا، والعام الجديد بحسب التقويم الميلادي راح يدخل عندي كمان 3 دقائق. أنا الآن الساعة عندي 11:57 دقيقة أو 11:58 دقيقة، كمان دقيقتين بالضبط يعني حسب التقويم الميلادي الروماني. سبحان الله، لا إله إلا الله، حياكم الله وأهلا مرحبا بكم. تقبل الله طاعتكم، وبالذات اللي صلوا الفجر. لاحظوا أنا شو العنوان اللي حطيته، الله يكرمكم ويجزيكم الخير. العنوان اللي حطيته الناجحون والراسبون في بداية العام الجديد هذا. يسأل الله سبحانه وتعالى أنه يأتي يعني قريبا يوم ونرجع نستخدم التقويم الهجري الخاص فينا إحنا. لكن حتى ذلك الوقت الناجحون والراسبون في بداية العام، وخاصة بعد امتحان الكورونا، ربنا حط البشرية كلها طبعا، ويعنيني الآن بشكل خاص أنه إحنا في عندنا منظومة تشرح لنا منظومة البلاء والابتلاء. كورونا تتناول من عدة جهات، تتناول من ناحية اقتصادية، وتتناول من ناحية طبية، وتتناول من ناحية تحدي للبشر، ومن عدة إحنا كمسلمين كمؤمنين في زاوية ينبغي ألا نغفل عنها، هي زاوية الاختبار والامتحان اللي تحت مظلة قدر الله سبحانه وتعالى العام. اللهم صل على سيدنا محمد. فإلنا تقريبا إحنا إمتى بلشت الكورونا بالشكل الرسمي، بلشت الهزة أضم بداية 3 إذا مش غلطان، نهايات 2 أول 3، يعني هيك تقريبا 10 أشهر تقريبا، يعني غلطان بأسبوع أسبوعين أنا بذاكرتي، 10 أشهر والبشرية مطحونة طحن في الابتلاءات الاقتصادية والسياسية والأمنية والموت بالآلاف والرعب والخوف وتغير البرامج، وهي عبارة عن امتحان عظيم من الله سبحانه وتعالى، يعني أعظم ما يمكن أن يوصف به أنه امتحان. اللي فينا ما كان متذكر الآخرة يتذكر، اللي فينا يظن أنه حساباته بدها تمشي وتخطيطه بده يمشي. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسائل للحكام وللملوك وللأمم وللأمراء وللأثرياء وللفقراء، من كان يريد السفر تعطل سفره، واللي كان بده يتزوج تعطل زواجه، واللي كان بده يطلع يدرس واللي سافر وانحبس، واللي كان بده يسافر وانحبس لم يسافر. هي رسالة من الله سبحانه وتعالى انه هذا الكون كله تحت كن فيكون، فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، يحتاج لأدوات طبية ومجهرية علمية ضخمة جدا مشان نشوفه. المهم انا موضوعي مش الكورونا، انا موضوعي انه الان انا بحكي معك بتوقيت اونتاريو، الان صارت الساعة 12 بالليل بالضبط هسا عندي. طبعا انتوا كلكم سابقيني ب7 ساعات، فانتوا من زمان دخلتوا على التقويم تبعهم يعني. فالفكرة انه قبل كم من ساعة، ويمكن لحد هاي اللحظة احنا عم نحكي فيها الان، هناك اناس يرقصون ويطبلون ويشربون الخمر ويرتكبون المعاصي احتفالا بالعام الجديد. تخيلوا احتفالا بالعام الجديد. هو السؤال الاحتفال بالعام الجديد، يعني انا اشوفه انا مبدا انه واحد يحتفل بشيء انا مش ضده طبعا، مش بحكي على العام، مش قضيه العام مع عام، لا مبدا. بس خلينا نسال انفسنا، اللي عم بحتفل بايش بالضبط؟ اذا كنت يا من تحتفل، الله يهديهم جميعا طبعا، عم تحتفل على خمر وعلى رقص وبالحرام وتعري وتشلح أو بأشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فهو الاحتفال بإيش بالضبط؟ يعني إذا إذا ما بدي أحتفل بإني قد نجوت من عذاب الله، أو إذا ما بدي أحتفل أو أفرح إني نجوت من المعصية ومن التقصير في حق الله، وأي لحظة يمكنني أموت، مش فاهم بإيش بدي يحتفل الواحد. سبحان الله، لا إله إلا الله. فهو عبارة عن بقول الناجحون والراسبون اللي أخذوا درس من اللي صار ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى،
هم الكسبانين، واللي بالنسبة لهم الموضوع لا قدم ولا أخر ومبسوط على بده يحتفل في العام الجديد. برجع بقول أنا مش ضد إنك تحتفل كمبدأ، بس على الأقل حدد أنت عم تحتفل بإيش. والعياذ بالله إن كان الذي يسمعني، إذا كنت إلى الآن لم تأخذ قرارا بأن ربك اللي خلقك يحتاج من جبهتك أن تسجد لأجله، أمثلك يحتفل؟ أنا أعتقد أنه لا، ارجع وفكر بنفسك، لأنه إذا انتهت مرحلة الدنيا هنا وواجهت الحقيقة الكبرى، حقيقة مقابلة الله سبحانه وتعالى عبر بوابة الموت، عندها هذا احتفال وما احتفال ورقص وغنى وكلام، كلام فاضي، كله كلام فاضي فاضي، مش بس فاضي يعني أفضل من فاضي. فطبعا بذكر نفسي، طبعا سامحوني أنا عم بسوق السيارة والدنيا ليل، طبعا صعب جدا أني أشعل الضوء وحط الكاميرا بجوة عمالي بسوق، يعني كارثة بكارثة، فأبعينكم الله. المهم تسمعوا الصوت الآن. فتخيل أخي الكريم وأختي الكريمة كم هو محروم هذا الإنسان اللي بالنسبة له عم بيحتفل قبل كم من ساعة. طبعا على مستوى العرب والمسلمين او المسلمين اللي موجودين في غرب العالم اللي انا الان منهم، احنا الان عمليا دخلنا الساعة عندي الان 12:03 الان، عندنا في اقصى غرب اوروبا كذا مليون مسلم، امريكا وكندا مع بعض فيها يمكن حوالي 16 مليون مسلم اذا مش غلطان، لانه ظاهر بعرفه قد اكون غلطان والله بالرقم، في ملايين. المهم فكم من المسلمين اللي يفترض بيعرفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيستوعبوا معنى إنه الزمن هذا، يعني اللي بيستوعب يبنى آدم اللي قالها الحسن البصري، يبنى آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. والمسلم دون غيره هو أكثر واحد بيستوعب معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخطير، اللي فعلا حديث خطير، بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. طبعا هاي الرسالة عم بوجهها بمناسبة المبسوطين على العام الجديد أو العام بيحتفله، ونقاشي ليس لمبدأ الاحتفال، نقاشي على ما تحتفل. ماشي، ما بدي حدا يدخل يقول لي هسه اقعد يناقشني أصلا الاحتفال بدعة ومش بدعة وهذا عيد مش مسلمين، مش هنا نقطة، هاي كلها أنا متجوز ولا ناقش ولا ادخل فيها. انا نقطتي فقط مشان اكون واضح، انا همي على تصحيح الافكار، همي على تصحيح المفاهيم. ان كنت تريد ان تحتفل، او اللي عم تسمعني اذا كنت الان في كندا وفي امريكا وتوقيتك من توقيتي وانت فرحان وبدك تحتفل، وفي نفس الوقت جزء من احتفالك فيه خمر، وجزء من احتفالك عندك نساء اجنبيات عنك شبه عراية عم برقصوا انت وياهم، انت عم تحتفل بايش بالضبط؟ بايش؟ مش فاهم يعني، عم بتحارب اللاجئ؟ هذا على ابسط الامور الظاهريه. فكيف اذا كنت اكلا لاموال الايتام؟ فكيف اذا كنت غير من غير المصلين؟ فكيف اذا كنت تحصل على اموالك بالحرام بالسرقه والرشوه والكذا؟ يعني اللي قبل شوي خلصوا سهرتهم وهم من كبار سارقي المال العام بالرشوه والسطو والنصب وتخويف الناس، هذا مش عارف بتحتفل بايش انت؟ او كنت ممن يعاونهم، او كنت ممن يؤيدهم، او كنت ممن يدافع عنهم، فهذول بيحتفلوا بايش؟ مش فاهم انا. هي رساله طبعا بس نصيحه مفهوم، اذا كنت مخدوع ومبسوط وسكرت الافراح بدك تدور على شيء فرحه كثير بالك، احنا فرحنا الحقيقي. برجع بقول مش ضد انك تحتفل، احتفل زي ما بدك، مش راح اتدخل بهذا الموضوع، بس احتفل على اشي بيستاهل تحتفل عليه. اما ان كنت ممن يشرب الخمر مثلك ما ينبغي ان يحتفل، ان كنت من والعياذ بالله بتصاحب بالحرام سواء بادنى درجات المصاحبة اللي هي الاتصال والحكي، او باعلى درجاتها والعياذ بالله اللي هو الوقوع في الفاحشة، انا نصيحة يعني ابكي على ما انت عليه، لست من يحتفل، ولا تخلي الشيطان يضحك عليك. يا اخي انا بكفيني، انا ما بعمل، انا بكفي احسن من غيري. إذا كنت لم تقبل نفسك إلى الآن إنك تقولي يا الله حاضر يا الله بالحجاب، وما زلت بتعصي الله في موضوع الحجاب اللي هو أمر من الله، وانسي كل الكلام الفارض اللي بيحكي لك يا جماعة شحرور وجماعة مش عارف مين وكذا وهاي نوال سعداوي الأردن والقصة دول كلهم، إذا كنت إلى الآن لم تقبلي
أن تنزل جبهتك لله وتطيعي الله في الصلاة أو في الحجاب، بمعنى مش معترفة بحق ربنا اللي أمرك فيه. مثلك ما ينبغي أن يحتفل، صدقيني، لأنه عم تحتفلي إنك عم تحاربي الله. مش فاهم أنا، برجع بقول ترى ما عم بناقش حل وحرمة الاحتفال ولا عم بناقش التوقيت، ديروا بالكم ما حدش يطلع لي في الموضوع أنا خارج الموضوع. أنا رسالتي تصحيح مفهوم، احتفل كل يوم إذا بدك، وأرقص ونطنط كل يوم، بس احتفل على إشي فعلا يحتفل له. احتفل على أنك آخر سنة في حياتك كلياتها كنت عم تجمع تبرعات للفقراء والمساكين. احتفل على أنك سعيت بأربع خمس قضايا في المحاكم ترفعها على فاسدين من اللي بيشتغلوا في المال العام بالشركة أو المؤسسة الحكومية اللي أنت فيها، وفضحتهم وتحملت عبء وقتك وجهدك وأعصابك. احتفل احتفل، الله يتقبل منك. احتفلي على أنه ربنا أكرمك أنك عم تربي أولادك على حب الله وطاعته. احتفلي على أنك حببتي بنتك بالحجاب. احتفل على أنك منعت أبوك أو منعت أخوك الكبير أو منعت إخوانك يظلموا بناتهم ويحرموهم من الميراث. احتفل وقتها، روح احتفل. احتفل على أنه ما بتضيعك الفجر حاضر في المسجد. احتفل على أنك بتصلي. احتفل، مو غلط، احتفل أنت ما بدك. مش هو نقطتي أنا، نقطتي والله إني أشعر بالغرابة والعجب وبالشفقة، وأدعو لهم إن شاء الله بالتوفيق وربنا يهديهم. اللي بيكون عم بيحتفل وهو برقص مع صاحبته بالحرام، بيحتفل وهو عاقل والديه، بيحتفل وهو لا يصلي، بيحتفل بأموال سارقها من أموال الشعب، بيحتفل بأموال ماخدها سارقها من المؤسسات والحكومات العامة اللي هو بيشتغل فيها. هذا مش فاهم بيحتفل على إيش، قسما بالله أنا نفسي أفهم، أنا نفسي أعرف هاي الناس كيف بتفكر. على كل حال، واحد بيقول لي يا زلمة أنت شو دخلك فيهم؟ طبعا فعلا أنا شو دخلني فيهم، هو من زاوية أنا بقدر أعطيك أكثر من جواب للي بيقول لي هيك. أول إشي أنا من باب الشفقة والمحبة تذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا جزء من دخل فيهم. الجزء الثاني، إذا في بعضهم بيقول لي شو دخلك، أنا بقول على الأقل اللي عم بيسمعوني من الطيبين والخيرين أمثالكم. أنا طبعا بعرفش قديش عم بيسمعني الآن، ولا قادر أقرأ ولا أشوف ولا إشي، أنا زي ما أنتوا شايفين حاطط الموبايل على التابلو وعم بسوق بنص الليل، والله أعلم مين عم بيسمع. أحسبكم من الخيرين، وأحسب اللي عم بيسمعوني الآن من أهل الفجر، لأنه لولا صليت الفجر كان شو اللي صحاكوا هسا. أحسبكم كذلك، أصلى الله يجعلكم جميعا خيرا مني. ردا على سؤال شو دخلني، إني أنا بساعد اللي عم بيسمعوني من الخيرين إنه ما يوقعوش في شرك يصيروا زي هدولك. تحذير. في نقطة ثالثة، بديننا إحنا كمسلمين فيش إشي اسمه بالعموم ها شو دخلك، في شيء اسمه بعد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، في شيء اسمه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لما تهتك حرمات الله ينبغي أن يذكر. إذا مثل حالتي عدم المؤاخذة، اللي دارس شريعة ودارس تفسير ودارس قرآن ودارس حديث وحياتي حول هذا الموضوع، أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع، مين بدي أحكي يعني عدم مؤاخذة؟ واجب علينا ربنا لما عاتب المؤمنين اللي قبلنا واللي قصروا بحمل الأمانة من أهل الكتاب بقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أمر ربنا، هو أعطانا القرآن مشان بس نتسلى بجمال صوته ونقعد نسكر حالنا الأبواب ونصير ننغم؟ لا، بدنا نذكر نؤمر وننهى، بده يسمع يسمع. ما بنقدر نلزمنا صح، ما عندنا القوة المادية نجبر، ولا يجوز إلا لصاحب السلطة والحاكم طبعا، أما إحنا بنذكر طبعا. لكن شو دخلك، كيف شو دخلني؟ يأمرون بالمعروف ينهون على المنكر، كيف شو دخلني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الواقع في حدود الله ومثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة فاستهموا. عدد من الناس ركبوا في سفينة عددهم كان كبير والسفينة ما بتحملهم كلهم، فاستهموا بمعنى اقترعوا، عملوا قرعة على أساس يعني فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان القوم الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء من البحر لسبب ما صعدوا إلى الأعلى فأزعجوا إخوانهم، فقالوا، شوفوا بحسن نية، تخيل هذول الناس عندهم طيب قلوب لكن عندهم سذاجة وتفكير سطحي، فحتى لا يزعجوا إخوانهم في الطابق العلوي يطلعوا على السلم ويزعجوهم ويبلبلوهم، قالوا هلا ثقبنا في حصتنا ثقبا أو نقبة. تخيل
بدهم يحفروا قال في أرضية السفينة وياخذوا مي مشان ايش؟ شوف شوف حسن النوايا انت، هذا حسن النوايا، ما عم نحكيش على الخبثاء، ما عم نحكيش على الموقعين عقد مع ابليس، لا لا لا، عم نحكي على حسن النوايا اللي عندهم حسن نية لسه. قال هلا ثقبنا او حفرنا او نقبنا نقبا في حصتنا، يكمل الحبيب المصطفى ويقول ويتحدث عن الذين في الاعلى، بيقول فان هم اي الذين في الاعلى تركوهم الذين في الاسفل وما ارادوا هلكوا وهلكوا، الكل راح فيها، المية إذا دخلت من أسفل السفينة، السفينة كلها راح تغرق، اللي فوق واللي تحت، يعني اللي تسببوا في ثقب السفينة واللي ما تسببوا راح يغرقوا. قال فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا، الفوق والتحت. قال وإنهم أمسكوا على أيديهم منعوهم، قال نجوا ونجوا، والثنين راح ينجوا. قانون السفينة هذا حطوه زي الحلقة في الإذن، المسلم هيك بفكر، فش فيها والله يا شو دخلك، والله حره بده امه حره بده مسكره بدخلك، كيف شو دخلك؟ لما يسكر بيعمل حادث وبدعس ابني، بقتل بنتي، بذبح ابوي، كيف شو دخلك؟ قال والله حره في جسده وحره في جسده، يا سلام، حره في جسده في جسد قرروا يعملوا بيت دعاره، طيب انا ايش بضمن لي هذول بوسختهم وطلعتهم وجيتهم ولبسهم وتسلحهم واللي بيجوا عنده وعندها على شقتهم بالطريق ما يتحرشوا ببنتي، ما يتحرشوا بابني الطفل، ما يعتدوا عليهم، شو دخلك؟ كيف يعني شو دخلك؟ في حق عام، في شو اسمه حقوق للناس بالعموم، قال شو دخلك؟ قال والله قرر يعمل، انا ساكن بعمارة من 5 طوابق، انا في الطابق الاول، واحد ساكن فرضا بالطابق الخامس او السادس، قرر يحول شقته لبيت وساخة، بيت دعارة، قال حر، مش جايب حدا، قال بسكر حاله الباب وبتصل بأصدقاء وصديقات، يا سلام، قال شو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ كيف شو دخلني؟ اللي جاي يتواسخ بالشقة بتعاطي مخدرات ولا شربان ولا سكران وهو طالع وهو نازل، قديش في احتمالية يجي وجهه بوجه ابني أو بنتي أو مرتي أو أمي أو أبوي؟ كم يتحرش؟ هذا عم بعطيكم أمثلة مبسطة، أنا اللي بيقول لك شو دخلك؟ كيف يعني شو دخلني؟ بالأخير النار راح تصيبني، ما صابتني بتصيب ابني، ما صابت ابني بتصيب بنتي، ما صابت بنتي بعدين افرض اني انا مش متزوج، ما عندي اولاد ولا بنات، ما عندي ضيق وحب وخوف على اهلي واخواني واقربائي، بني قومي، بني منطقتي، بني ملتي، قومي، امتي، امة لا اله الا الله، ما بدي اخاف. طب انا افرض اني انا وحيد والدين ولم أتزوج، طب البنات اللي في الشارع مش أخواتي في الله؟ مش لازم أخاف عليهم من هذا اللي كنت بقدر أحكي؟ فالرجاء لا تخلوا التفكير المادي والإباحي والعلماني واللاديني عند متطرفي هؤلاء الناس يقنعكوا بالمنهج القاتل تبع حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس، لا تسمحوا لهم يسربوا السموم لعقولكم، انت شو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ اذا النار ما حرقتني الان راح تحرق حدا بعز علي، ولن اسمح لكم، هيك بدك تفكر. وتذكر منهج يأمرون بالمعروف نهى عن المنكر، وتذكر منهج قانون السفينة. مع الاعتذار مرة أخرى إنكم عم بحكي معكم وأنتم عتمة مش شايفينها، تخيل يعني لو شعلت الضوء زي هيك ممكن تشوفوني، لكن أسواقتي بتصير خطيرة جدا يعني. فلو سكت معكم هيك شوي يعني رؤيتي للشارع صارت ضعيفة، فليس من الحكمة أن أفعل هذا، لذلك يعني اعذروني، نرجع للعتمة، المهم الصوت واصل. فموضوعي هو الناجحون والراسبون. هنيئا للناجحين الذين نجحوا في امتحان الكورونا في 10 أشهر فرجعوا إلى الله. هنيئا لمن عرف قيمة الدنيا الحقيقية، أنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أما وأن الكفار ينعمون بالملايين والمليارات والعطايا، فاعلم أن الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. تخيل ليش؟ وما لهم في الآخرة من خلاق. اللي تكبروا على الله، اللي أفسدوا وسرقوا واعتدوا واغتصبوا وقتلوا وسحلوا وافتروا وكذبوا وعذبوا وخانوا، هذول كلهم في إلهم يوم قيامة. لا تديروا بالكم، من يضحك يضحك أخيرا ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا.
بيننا وبينهم الجنائز، بيننا وبينهم القبر، بيننا وبينهم يوم الحشر. يا الله يا الله كما تشوق لذلك اليوم يا أخوة يا أخوات، والله يا الله والله أتشوق ليوم الناس تأخذ فيها، هو يوم القيامة اللي ربنا وعدنا فيه. والله لولا الإيمان ربما لما كان فيه أي طعم للحياة، والأصل أنه كلها ننتحر لولا الإيمان. والله قسما بالله أني أتشوق ليوم الحساب، يوم الحساب الذي يعز فيه أهل طاعة الله. يا سلام يا سلام يا سلام، ويذل فيه أهل الفسق وأهل الحقد وأهل الظلم وأهل الخيانة، كل هؤلاء سيذلون يوم القيامة. واللي مش مؤمن حر، مش مؤمن مش مؤمن، واللي كافر بربنا واللي مشرك بربنا واللي متكبر على ربنا واللي متكبر على أحكام ربنا، كله كله في يوم قيامة. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء يخلقها الله يوم القيامة، ويحشرون في العرق على قدر أعمالهم. بدنا نعرف، إذا ما كنت تعرف اعرف أخي الكريم أختي الكريمة، وإذا كنت تعرف اعتبرني مذكر لنفسي قبل أنا أقول لك، حتى لو ما ذكرتك أذكر نفسي أنا. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء يخلقها الله يوم القيامة، يحشر الناس من آدم عليه السلام إلى آخر واحد راح يموت، قد يكون عددنا بالتريليونات مش بالمليارات، نحن ما نعرف عمر البشرية، عشرات ألاف، ملايين 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 عاشوا وماتوا عاشوا وماتوا. فاللهم صل على سيدنا محمد. فتخيلوا أنتوا يعني ألاف المليارات من البشر على أرض بيضاء، ويحشرون في القد في العرق على قدر أعمالهم، وتدنو الشمس وتكون على مقدار ميل من رؤوس العباد، وهناك من يحشر في العرق إلى ركبته، وهناك إلى بطنه، وهناك إلى كتفه، وهناك من يلجمه العرق والجامة. روعة ديننا ووضوح الرؤية أنه في هذا الوقت هناك من ينطبق عليه قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن تكونوا جميعا منهم وأن يسمعنا يا الله. منهم إمام عادل، طلعوا أهمية الحاكم في 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 تسيير شؤون الحياة الطبيعية للناس. منهم إمام عادل، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. منهم عين بكت من خشية الله. منهم عين باتت تحرس في سبيل الله. يا الله، قارن العين باتت تحرس في سبيل الله والعين باتت تحرس خمارة. قارن بينه وبين العين باتت بيشتغل بودي جارد على بيت الدعارة. قارن بين اللي باتت عينه تحرس في سبيل الله واللي باتت عينه تحرس ظالما أو فاسقا أو متكبرا. يا الله، ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومنهم رجلان، طبعا رجلان تذكى على التغليب، ومنها امرأتان أيضا، تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحب في الله اللي عم ينفقد عند الناس، حب المصلحة، حب البس حق اللي تحق لك، صاحبتها بتكون بحالة تحالي وبعبطوا بعض وبيبوسوا بعض وبيبكوا لما يشوفوا بعض، عند أول تجربة بسيطة حقيقية بيطلع الحقد وبيطلع الكذا. فلنتقي الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء صاحبه ما دام بيخدمه بوصله بسيارته وكذا إلى آخره، لما افتقر خربت سيارته بطل يوصله، قلب له ظهر المجن، أصبح كالوحش. إذن كان صاحب منفعة. لاحظ، إن كنت تحب المرأة لا تحبه إلا لله. وعلى درجة ليش بنحب الناس لله؟ نحبهم لإيمانهم، نحبهم لوراهم، لتقواهم، لأخلاقهم، لأنه ما في واحد فينا بحب حاسد، ولا واحد فينا بحب كاره، ولا واحد فينا بحب فظ جفص بارد وجه تقيل دم، ما بنحبهم بالفطرة، الله خالقنا هيك. فبالتالي عفيف اليد واللسان، الغاض ببصره، الصادق في أقواله، العفيف الطيب الطاهر، اللي باختصار مؤمن مسلم ماشي، تحبه لله لأن الله غرس فيك حبه وأمرك أن تحبه. فإن أحببته بفطرتك ولأمر الله فقد انطبق عليك وعليه، عليك وعليها، مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم،
من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان أو امرأتان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. تخيلوا، فإحنا يا شيخ ليش تحكوا عن عذاب القبر؟ يا عم في نعيم القبر كمان، ديروا بالكم، ديروا بالكم في نعيم القبر كمان. تفكر كل اللي بيموتوا بتعذبوا؟ لا، في نعيم القبر ليتنا نتحدث عنه. نعيم القبر بعطيكوا دليلين عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وين هذا؟ روحوا عم تطلع، الملائكة بتستقبله، دخل في عالم البرزخ، هذا جزء من القبر، هذا جزء من نعيم القبر. تتنزل، مش ملك، ملائكة بترحب بهم بعالم الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا سلام، لاحظ ربنا هذا السؤال، السؤال الاستفهامي بمعنى لا أحد. ومن أحسن قولا، لا أحد أحسن قولا، هذا أسلوب باللغة العربية وأسلوب قرآني عربي. ومن أحسن قولا، أي لا أحد عند الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. للي بيقول لك اتركوا الناس في حالها، لا أحد عند الله أحسن ممن ذكر بالله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وإيش وعمل صالحة، مش كان يرقص برأس السنة؟ ديروا بالكوها، إلا إذا أنت في عندك دليل على إنه الرقص برأس السنة من الصالحات، موضوع ثاني هذا، هذا بتكون قاعدة الشحرورية يا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال، أعلن، ما كان يستحي ويخجل، ما كان تستحي من الحجاب، ما يستحي من صلاته، ما يستحيش من لحيته، ما يستحيش من أنه يصلي على النبي لما يذكر، ما يستحيش يقول بدي أصلي، روح عند أصحابه يخجل أنه يقول بدي أصلي. لا، اصحك اصحك، الإسلام لا يريد منك أن تكون متخاذلا جبانا، ينبغي أن تكون معتزا في دينك. لا تستحي تقول بدي أصلي، لا تستحي تذكرهم بالصلاة، لا تستحي بكل لطف وأدب تقول لهم حدا بحب يصلي معي جماعة، لا تضلك تقول حط راسك بين الروس، هذا ليس من الإسلام. حط راسك بين الروس وقول يا قطع الروس، ليس من الإسلام. اعذروني الصوت، أنا من صلاة الفجر إلى الآن وأنا شغال، بطارية عندي خلصت، شوفوا صوتك كيف صار، لي صاحي وبحكي وبتحرك وبشتغل تقريبا قريب ال كم؟ حوالي 18 ساعة والله يمكن متواصل، فصوتي راح. اللهم صل على سيدنا محمد، اعتذر على رداءة الصوت، لكن زي ما قلنا من غصبا عني مش بيدي يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. هي خلاصة ايش؟ يا أحبة يا أخوة يا أخوات، الله يكرمكم يسعدكم ويجزيكم الخير. إياكم أن تغسل أدمغتكم وتغسل قلوبكم وتستمعوا لشياطين الإنس قبل شياطين الجن. صحكم تفرحوا لفكرة أنه والله دخلنا عام جديد، طيب هو أنت والله طب إيش سوات أنه دخل يعني تفرح لإيش؟ أنت عمليا اقتربت يوما من قبرك، ما مش غلط، افرح بس تكون مصلح علاقتك بربنا باختصار. أما تكون بتحارب ربنا وتفرح، والله ما غلطان. أما تكون معتدي حق ربنا وتفرح، غلطان. أما تكون مقصر بحق ربنا وتفرح، غلطان. تكون عاق لوالديك وتصيح على أمك كل صيحة أكبر من الثانية وبتبكيها كل بكاء أكثر من الثانية وتفرح، غلطان. تكوني ما بتصلي وتفرحي، غلطانة. تكوني واحد بيقول لي انت يا اخي شو دخلك فيها، هي بدهاش تصلي، انا بقول لك يا اخي عم بذكر، انا مجبر حدا يسمعني، وليش انا جريت حدا عفوا. الحمد لله في حدا جريته انا من باب بيته يسمع الفيديو تبعي. انا عم بقول وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، يعني هي قبل ما ننزل، لأنه إذا نزلنا مش راح نعرف نمشي بالشارع، الناس نايمة أكيد، الساعة 12 بالليل يعني. في الختام الله يجزيكم الخير يا أخوات ويا الله. فاللهم صل على سيدنا محمد،
فيعني فلنتقي الله سبحانه وتعالى. اللي حاب يسمع الكلام، اللي بشعر انه هذا بوافقه، ارجوكم اذا كان في شيء تعمله على بدايه السنه، اعد حساباتك في علاقتك بربنا. فيش شيء اسمه والله افرح لدخول عام جديد. ايش يعني؟ شو يعني؟ شو يعني اذا بدك تفرح افرح، علاقتك بربنا صح ولا غلط؟ هون المعيار. طبعا عم بحكي مع المؤمنين هسه، ماشي؟ اذا في عندي ناس غير مؤمنين الله يهديكم، اكيد كلامي ما له علاقه فيك يعني. وإذا في عندي غير مسلمين بعرفش، الله يهديكم يا رب، والله أقسم بالله غير مسلمين من العرب تخصيصا، يعني أنا بعرف قديش معبئين علينا، لكن أدعو لكم بالهداية وأن ربنا يزيل الغشاوة على قلوبكم والكلام الخطأ اللي بتسمعوا عنا، لكن يهديكم. والله أدعو لكم أن ربنا يهديكم وتسبقونا إلى الجنة إن شاء الله. لكن بخاطب المؤمنين المسلمين من العرب الآن، هم المعنيين. إسلاميا فيش أي قيمة لفكرة أنه مجرد مرور وقت أنا بحتفل. هذا كلام لا قيمة له. إيش يعني؟ والله انتهت سنة، إجت سنة بدي أحتفل. تحتفل بإيش بالضبط؟ بإيش بدك تحتفل؟ دير بالك بدك تحتفل بإنجازات، تحتفل بأنه علاقتك طيبة، تحتفل أنك أنجزت. وإيش أنجزت؟ دير بالك، دير بالك اللي بيشتغل مع الظالمين عم بنجز، عم بنجز. في ناس الآن بالآلاف موجودة في سجون عدة دول عربية عم تتعذب الآن وعم بتعذبوا. فاللي شحطوهم من الشارع، واللي راقبوهم، واللي كتبوا فيهم تقارير، واللي فبركوا عليهم، واللي عذبوهم، واللي حبسوهم، أنجزوا. ربنا الله أنجزوا، بس أنجزوا في حسابات إيش؟ في حسابات روحتهم لجهنم. هذول عيب تحتفل. فأنا بقول لك إلك، إن كنت من أهل الفجر يا من تسمعني، بدك تحتفل، احتفل بأنك أنجزت إشي بيرضي الله، احتفل بأنك حققت شيء يحبه الله، احتفل وقتها. والله أنا بقول لك، خدها مني، كل ليلة احتفل، كل ليلة جيب طبلة وضلك طبل واطلع على الطاولة، ضلك شو بقولوا، اعمل دبكة، ارقص، نطط اللي بدك إياه، بس إيش؟ كن علاقتك بالله مليحة، لا تعتدي على حق الله، ديروا بالكم. فبدءا من أبسط الأمور اللي هو قد يكون غض البصر والتعامل مع المحرمات، لأعلاها القتل والظلم وحبس الناس وتعذيبهم وما بينهما من سرقة المال العام والتحرش بالنساء والكذب والافتراء والخيانات الزوجية وكل اللي بدك إياه. من كان عنده واحدة من هذه فليبكي على نفسه وليعد تصحيح علاقاته بربه، لأن مرور زمن أو دخول عام جديد يعني بالمنطق بالكومون سنس أنا وأنت اقتربنا أكثر من حفرة قبرنا، فعلى ما نحتفل. باختصار رسالة حبيت هيك أوصلها، أدردشها من القلب إلى القلب، وحول الناجحين والراسبين في بداية العام الميلادي الجديد. فتخيل كم عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى إن كنت قد نجحت خلال العام الماضي في امتحان الكورونا اللي فرجاك حقيقة أزواجنا الدنيا، وكيف ربنا رفع ناس ونزل ناس وخربط ناس وطلع الناس من أشياء ودخلوا سبحان الله. وفي المقابل في ناس ازدادوا ظلما وفجورا وفسقا وتعاليا وتكبرا، لا إله إلا الله. كل ونفس وما سواها، فألهمها بالفطر والإحساس ومشاعر فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فش كل واحد عارف شو اللي عم بيعمله واللي عم بيسويها وراح يحاسب عليه. باختصار الله يجزيكم الخير. أنا تقريبا البطارية خلصت تماما، يعني لازم أروح أنام شوي. بكرة عندي 4 خطب جمعة. بكرة عندي أنا هسه قبل شوي دخلت نص الليل، أنتوا عندكم كمان شوي راح تصلوا، 4 خطب بكرة. إذا في إشي أجاوبه الله يجزيكم الخير، الله يكرمكم. إذا في إشي له علاقة باللي حكيته، طبعا إذا تكرمتوا ساعدوني على نشر الفيديو، إذا سمحتوا اعملوا له شير، 1 2 إذا تكرمتوا. عم تسمعوني الآن أول ما نخلص البث ادخلوا على صفحة اليوتيوب تبعتي بإذن الله، وحطوا لي اعملوا اشتراك قناة يوتيوب. عم بحاول أعمل موازنة بين اليوتيوب والفيسبوك، الفيسبوك قريبا جدا قد أدخل يعني يكون يعني نسكر 2 مليون فولوور متابع، الله يجزيكم خير طبعا وكلكم يعني على رأسي. بينما الفيسبوك 14,000 بطلنا نجمع يا جماعة شو اسمه، قولوا معي شو اسمه. الله صل على سيدنا محمد. اليوتيوب 14,000، فتخيلوا 2 مليون 14,000.
فبنحاول نجيب عدد من هون لهون مشان صار ما صار نكون يعني عندنا الله يجزيكم خير ويكرمكم ويبارك فيكم. وعم نحاول ان شاء الله نتطور ونتدرب على اشياء تكنولوجيه جديده نواكب القدر الاستطاعه ونوصل قدر الاستطاعه. وساعدوني في نشر هذا الفيديو قدر الاستطاعه ولا تنسونا من دعائكم. الله يجزيكم خير ويكرمكم. اذا في شيء اجاوب عليه اقول دو ماي بيست باذن الله. وللي بيسالني ليش الدنيا عتمه عندك، انا موجود في كندا يا جماعه بأونتاريو في منطقة أوكفيل وميسيساغا، ولساتني هيني مروح البيت، لسه ما دخلت البيت، أنا رايح بدي أنام. ورولا بتقول ادعي لنا الله يخلصنا من علمنجيين. الله أول شيء ندعي لهم بالهداية، فمن أبى إلا الحقد وإلا المعاداة أسأل الله أن يكف أذاه عنا إن شاء الله بإذن الله. جميل الأخ هاني ذكرنا بآية رائعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا سلام، الله يسعدك يا أخ هاني، والله لخصت كل كلامي كلام الله سبحان الله. قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بدك تفرح افرح بفضل الله ورحمته، هو خير مما يجمعون. شوف كل آياتهم هذول هسه اللي رقصوا وطبلوا وغنوا بالحرام وسكروا دنيا وعالم، الله بروحوا بيناموا وبصحوا وبصيروا يستفرغوا وبعدين بيتذكروا واللي كان سكران عاد شو خبص وشو عمل وشو عملت وشو وقصص بصيروا يتندم. والله يديهم على كل حال، احمدوا الله انكم لم تدخلوا هذا الباب. طيب طبعا سامحوني مش راح اذكر كل حدا حاطط تعليق، شكرا لكم جميعا الله يجزيكم الخير. الله يجزيكم الخير. هذا طبعا تعرف الفيسبوك برضاش يرجع لي كل التعليقات، في كتير كتير تعليقات ما عم بقدر اوصلها. طبعا يا اخوة الله يجزيكم الخير، انا بستغرب من بعض الناس اللي بيعلقوا ركزوا شو قلت. انا مش جاي اناقش لا حكم الاحتفال من عدمه، انا بقول اذا كنت بتحتفل وانت بتشرب الخمر بتحتفل بايش؟ انا بقول اذا كنت بتحتفل وانت وصاحبتك او انت وصاحبك بالحرام تحتفلوا بايش؟ لو ربنا قرر ياخذ وداعته الان منك او منك، يعني كيف كنت واجه ربنا؟ اذا بتحتفل وانت عاقل والدك بتحتفل بايش؟ بتحتفل وانت ما بتصلي بتحتفل ايش؟ بتحتفلي وانت مش راضي تحترمي ربنا بالحجاب تحتفلوا بايش؟ هذا سؤالي. فالرجاء ما حد يطلع مضمون البث لخارج موضوعه، فانا ما عم بناقش حكم الاحتفال مش موضوعي. عندكم عشرات العلماء روح اسالوهم، انا عم بعمل تصحيح مفاهيم. اللي بده يحتفل يحتفل على شيء يحتفل لاجله يرضي الله سبحانه وتعالى. اما كثير بيكون ظالم لنفسه وغلطان اللي بيحتفل وهو محارب لله. باختصار رضوان بيقول إن لم تحيا قلوبنا نحن البشر الآن ضمن هذه الظروف ونرى الحقيقة فمتى نصحو ونتوب إلى الله. صدقت والله، الله يجزيك الخير. طلعت بيقول لي نصيحة جامعة في بداية العام نتمسك بها. كل الفيديو هو نصيحة، الله يجزيك الخير أخي. شكرا أخت رولا. يب على كل حال الله يجزيكم خير. أنا خلاص الله يجزيكم خير. لا تنسوا من صالح دعائكم البطارية حقتي فينيتو، يجب أن نذهب إلى الراحة. السلام عليكم، لا تنسوا من دعائكم وتروحوا الله يجزيكم خير تعملوا اشتراك على قناة اليوتيوب. الله يكرمكم ويبارك فيكم، نلقاكم على خير. السلام عليكم.